في لا مبالاة بتحصل في الوسط الفني او في طبعا العالم؟ ما تدينا مثال. لا مفيش يعني مش في مفيش في ذهني حاضر مثال دلوقتي، بس في طبعا في حد اتعامل مع حاجة قدمتها له بلا مبالاة قبل كتير كده في قوي، الفن؟ دي بتضايق بقى قوي، دي اللي بتستفزني برضه. طب ادينا مثال، من غير لو مش عايز تقول اسامي ما تقولش، بس ادينا مثال على حاجة ما بيزعلوا. من غير اسامي، اغنية معينة، اغنية جميلة جدا، انا كان نفسي يعني من الاغاني اللي زلت عليها، لحن عمرو مصطفى وتوزيع وغناء فنانة. يا لهوي، لحن عمرو مصطفى وتوزيعك؟ يعني كان نفسي تبقى يعني، وكانت مقدمة الفنانة ما، فنانة جميلة فنان بحبها جدا لا. يعني أصالة كانت. أصالة كان هو قال عشان بس اسمها عايز الحق، أغنية للفنانة أصالة اسمها عايز الحق. هذا كان نفسي يعني تتقدم.